شيماء عباد، حنا اليوم حاضرين لمسانده ومؤازره الصديق ديالنا امين نصر الله المتهم ظلما وعدوانا بواحد التهمه اللي هو بعيد عنها كل بعد، هي الشبهه ديال الغش. ونحن نعرف كما يعرف جميع الاساتذه وكما يعرف جميع المتتبعين اللي تابعوا القضيه ديال امتحان المحاماه منذ بدايته، ان هذا الشخص ترافع عن صحيحان، ان هذا الشخص متمكن من المواد القانونيه، ودليل ذلك هو اللايفات التي كان يقوم بها لشرح مختلف المواد قبل اجتياز الامتحان الكتابي، مجموعة التلاخيص التي قدمها. دونك كل ما نرى وكل ما نعرفه يصب في ان امين هو شخص مشهود له بالكفاءه العلميه. وبالتالي حنا تفاجئنا فاش نشوفوا انه كاين واحد الانسان اللي كانت تربطه بينها وبينه عداوه قديمه في اطار التنسيقيه الوطنيه اللي كانت جمعتنا واحد الوقت في واحد المحطه نضاليه معينه، تتهمه بانه كيغش. وبالفعل عثروا على واحد الفي اي بي اللي مرميه حداه، وكان الشخص اللي موراه هو الذي ضبط بحاله غش. وبالتالي هنا تنطرحوا واحد علامه استفهام، اذا كانت هاد السيده شافت هاد الشخص اللي رمى الفي اي بي ولا كانت شاهده على جريمه هاد الغش، علاش تسترات عليها؟ علاش بالضبط امين؟ علاش هاد الاستهداف؟ خاصه اذا ربطناه بمجموعه من اللايفات اللي كانت تقوم بهم السيده على الصفحه الشخصيه ديالها، واللي كانت كتستهدف فيهم امين ومجموعه من الاشخاص اللي كانوا تيتبناو واحد الطرح معين واللي كنتوا من بينهم، لانه كنا ضد ما يسمى بالريع، ضد ما يسمى باللائحه، ضد ما يسمى بالاهليه المباشره. طبعا لانه نهار خرجنا حنا تناضلوا، راه خرجنا على قبل باش نجتازوا الامتحان من جديد، وماشي على قبل باش ناخذوا الاهليه على طبق من ذهب. وشهاده امام الله وامام حتى المحكمه اذا استلزم الامر، وانه السيده استفزت بما يكفي هاد الشخص، لانه انا اجتزت الامتحان بنفس الكليه، ملحقه الاداب السويسي، ومنذ ولوجنا الى الكليه وهي تترمي بزاف ديال الهضره كلام نابي، تتحاول تستفزو باش يجاوبها الحصه الصباحيه، بحكم انا جلست معاه في نفس القاعه ما بين الحصتين او ثاني. وفي الحصه المسائيه كانت تفاجئوا بانها تترمي عليه واحد الجريمه اللي ثقيله وتشوه سمعته في ربوع المملكه. وطبعا كان عندها وقع خطير ووقع مؤلم على الاسره ديالو، لانه فاش كتسمع الابن ديالك راه تم توقيفه بالغش، وانت تعرف السمعه ديال ولدك، وكنعرفوا الوالدين وكيفاش يخافوا على وليداتهم، وخاصه ان حتى الحاله الصحيه ديالهم على قد الحال. دونك راه تنطالبوا بانه يتم ترتيب الجزاءات، لانه هاد المخلفات ديال هاد الفعل الشنيع كان عنده واحد التاثير كبير على هاد الشخص تحديدا، وعلى عائلته ومحيطه واصدقائه. وتضامننا لا مشروط مع امين. ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير الفيديو وبارطاجوا الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.